يتساءل الكثير عن أسباب تأخر القطارات عن مواعيدها. نجد عوامل عديدة، لعل أبرزها تلك المتعلقة بسرقة تجهيزات السكك الحديدية. يتم كذلك تحطيم في بعض الأحيان أجهزة السكك الحديدية من إشارات ضوئية، أعمدة، وحتى العدادات الكهربائية. يتم كذلك سرقة الكوابل بعشرات الكيلومترات. يتم كذلك في بعض الأحيان إضرام النيران بالقرب من السكة الحديدية، وهذا يسبب تعطيل تماما لسير القطارات. نجر عن كل هذا التعدي على السكة الحديدية، توقف في القطارات تماما عن الخدمة، التأخر في المواقيت المحددة للقطارات. سرقة تجهيزات السكك الحديدية ظاهرة تمس بالاقتصاد الوطني أيضا. فمثلا هذا الجهاز هذا يسبب في خسائر كبيرة للشركة، وخسائر تقدر بالقيمة نتاعو اللي تبلغ حوالي 4 ملايين دينار جزائري. نظرا لأهمية هذه الأخيرة في نقل السلع والبضائع، وكذلك يسبب هذه كل هذا الشيء إلى خسائر لبعض الشركات التي تتعامل مع الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، والتي تستعمل القطار من أجل نقل البضائع، ويؤثر هذا كله سلبا على الاقتصاد الوطني. القانون يسلط الضوء على هذه الظاهرة. عقوبات قاسية ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد. قانون العقوبات في المادة رقم 408 ينص على إذا كان تم فيه تعدي على أجهزة السكة الحديدية، فيعاقب الشخص اللي قام بهذا العمل بخمس سنوات سجن وأكثر من 500 ألف دينار جزائري كجنحة. إذا كان تسبب في جرح إنسان فرح المدة هذه تصل إلى 10 سنوات سجن وأكثر من مليونين دينار جزائري كغرامة مالية، وإذا كان تسبب هذا المتعدي في قتل الإنسان فهو السجن المؤبد. التعدي على السكك الحديدية ظاهرة تتكرر، وجب الوقوف عليها وتفكيك الشبكات المحترفة في هذا المجال.